السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة إن شاء الله بنعرف حضراتكم حاجة بسيطة خالص في هندسة أو ضيف الهندسة الصحية الحديثة. حضرتك أول خطوة كنت عميل أو فني سباكة أو مهندس، يبقى للمجاول للمهندس للفني للعميل، إيه الخطوة حضرتك اللي أنت بتحتاج تاخدها أول ما تكون داخل على بند تأسيس السباكة؟ لأنه بند تأسيس السباكة بند خطير جدا في المنشأة، تترتب عليه لو هو اتعامل صح حضرتك تترتب عليه باقي الخطوات الثانية كلها صح، لأنه صح على صح يمشي، لكن صح على غلط صح على غلط مش هيمشي. يبقى أول خطوة حضرتك بناخدها عشان ما تطولش مدة الفيديو، الرجاء إن شاء الله تعلمونا في الكومنتات الفيديوهات دي بتفيد حضراتكم، يبقى تعلمونا على اساس لو بتفيد حضراتكم نستمر في المزيد. طبعا برضو بدعم حضراتكم، واتمنى من كل متابعيني في كل مكان على كل تواصل الاجتماعي ان هم دايما يبقوا ايجابيين ودايما يدوا لايك وشير ويكونوا ايجابيين، ما يكونوش ما بحبش حد يكون سلبي في الصفحه عندي، لان انت كده يعني انا لما باجي بتفتح انت الفيديو كان انا جيت عندك في البيت، فانت اكيد بتكون بطبعك طبعا بتبقى كريم وبطبعك اكيد ما بتقصش واكيد هتدي كومنت جميل زي حضرتك. فطبعا الحته دي اتمناها من جميع متابعيني، معلش انا طالب فيها كده. بنبدا حضرتك هنا عندي، انا دخلت شقه او فيلا بكر لسه مفيش حاجه اتعملت فيها، لا فيها كهرباء اتعملت فيها ولا اي حاجه. طيب ايه اول خطوه بقى عشان نظبط الكهرباء، نظبط اعمال النجاره، نظبط اعمال السيراميك، نظبط اعمال الكهرباء؟ كل الامور بتاعت التشطيب حضرتك بتترتب على نقطه اساسيه ومهمه جدا، وفي الخطا فيها بيبقى قاتل، اللي الا وهو بيبقى فيه شرب. حضرتك جرب كده عندي هنا، بيبقى فيه شرب كده، تاخد الشرب ده حضرتك، نقطه الشرب بناخدها من هنا كده بالقلم الرصاص، بنحاول نظهرها لحضراتكم بحيث ان احنا نعرف. ارفع كده عند العتب فوق، بنشوف العتب اللي هو بناه البنا الخطوه الاشتراكيه اللي اشتغلت في شغل المباني ده مظبوط ولا مش مظبوط. فاحنا بنقيس كده حضرتك من العتب اهو لغايه العلام بتاعنا هنا كده، بيدينا كده كام متر و10، ظاهر معاك متر و10 على الليزر اهو، ظاهر معاك كده، ظاهر معاك تمام متر و10. المتر و10 دي حضرتك في منها 5 سم هيبقى حلق هنا، ركز بقى مع بعض، المتر و10 هيبقى فيها 5 سم للحلق، تمام 5 سم للحلق. بعد كده هيبقى معاك المتر و10 طالع منه 5، هيبقى معاك متر و5 ومتر كمان تحت، يبقى الضرفه عندك تحت الباب حضرتك هترسي 2 متر و5 بعد وش السيراميك. يبقى انت حضرتك لو بتتعامل في نجاره مثلا تشتري خشب ودافع مثلا تكلفه، يبقى حضرتك عرفت كده النجار مش هيعرف يضحك عليك، هيقول لك عندك 5 ديبان او 6 ديبان كام قطعه مثلا شباك وباب في طول في ارتفاع، هيديك كذا متر او مترين خشب هم اللي هتحاسب عليهم، ما تحاسبش على متر وربع، ما تحاسبش على متر ونص، يبقى كده فادك الشرب في موضوع الخشب. طيب هيخش الكهربائي عندك يشتغل، هيحط اللوحه عندك، تعالى كده من هنا عشان يجيب لي الجزئيه دي كده من هنا، ايوه ارجع كده ورا. بص كده حضرتك انا لما اعتمدت الشرب بتاعي خلاص، حددت الشرب، كتبت عليه مستواه، مستوى الشرب من وش السهم المقلوب ده كده، من المثلث المقلوب حضرتك او من المثلث كده، ده خط الليزر، فبيعني السهم مقلوب مثلث مقلوب وبناخد منه متر، يبقى كل اللي هيخش هيحترم الشرب ده. فانا بكتب اسمي كده عليه مهندس احمد ضيفي، رقم التليفون لاي استفسار لاي حد حضراتكم كده، وكتبنا فوق صافي 2 متر و5 صافي باب الشقه، 2 متر و5 صافي باب الشقه بعد السيراميك حضرتك وبعد الحلق، وكتبنا حطينا على علامه الشرب وكتبنا اسمنا عشان اي استفسار من كهربائي من سباك من نجار من اي حد يخش يشتغل في الشقه عاوز اي استفسار بخصوص الشرب، يبقى كده هيعرف يتواصل معانا ونفهمه الدنيا في ايه عشان يبقى في تنسيق بين خطوات العمل اللي بتتنفذ. تعالى كده معانا، طبعا خدنا الشرب زي ما شايفين حضراتكم، تعالى كده معايا الشرب، طبعا زي ما شايفين الليزر هنا كده خلاص خدنا الاشراف بس وليكن هنا، والشرب هنا واخد بالك طبعا مسبق حضراتكم، تعالى كده هنا معايا بسرعه عشان ما تكونش بدل الفيديو. عندي هنا بلكونه حضرتك، يبقى انا باخد في نقطه هنا انا ما قلتهاش في الاول، لو انا دخلت لقيت في رخام، انا كده اشتغلت في شقه بكر حضرتك تمام، يعني ما فيش رخام ركب على السلم، ما فيش صدفه السلم عندي عليها رخامه ولا حاجه زي كده، ولا في اي تبليط مثلا في الشقه، يبقى انا هعمل ايه كده؟ كده خلاص انا رفعت المستوى بتاعي، شفت البيبه والماسوره اللي جوه اللي هتمشي على الخرسانه عشان ما عنديش سقوط، فانا شفت الوضع ايه اللي عندي وعملت كده، عملت اللهم صل على سيدنا محمد، عملت الشلم بتاعي تمام. فانا بعمل حساب البيبه والميول بتاع الماسوره اللي هيرمي على البيبه وال5 سم بتاعين السيراميك تمام، هم دول انا عملت حسابهم وبدات حطيتهم على وش الباب وعرفت الدنيا هتمشي ازاي في الشرب. عندي باب بلكونه هنا برضو بلقط معايا باب البلكونه بشوف ادي الشرب حضراتكم كده، جرب هنا ادي شرب الليزر حضراتكم، عملنا السهم المقلوب برضو كده، اصبحت عرفت انه باب البلكونه هنا هيصفى معايا 2 متر و10 تمام. تعالى كده معايا هنا عندي الباب ده حضرتك برضو نفس المثال، هنشوف الباب ده هيصفى معانا كام، 2 متر و10 حضرتك برضو، دخلنا عملنا
الاشراب بتاعتنا عشان نفيد غيرنا في الشغل. تعالى كده زي ما شايفين اشراب حضراتكم، عندي باب البلكونه اللي هنا هيرسي بعد وش السيراميك 2 متر و15، يبقى ده حضرتك افاده الشرق. ارجع كده تعالى معانا الغرفه اللي هناك دي، تعالى بسرعه عشان ما نمدش، عشان فيديو الفيديو ما يطولش على الناس. عندي هنا حضرتك كده، انا عندي هنا اهو الشرب برضو على الباب ده، الباب ده اصبح 2 متر و7، وعندي الباب اللي جنبه هنا برضو 2 متر و7، ده كده ميزه الليزر. تمام، تعالى معايا الغرفه دي كده، معلش انا حتى لو حاطين على حضراتكم بس انا حابب ان انت تستفاد، وعشان الخطوات دي مهمه جدا. عندي الشرب هنا برضو حضرتك كده صفى عندي الباب بتاع البلكونه 2 متر و10. جميل، يبقى كده انا عملت وزنه في كل المبنى. تمام، تعالى عندي كده هنا باب المطبخ حضرتك برضو، باب المطبخ عندي انا اسف عمل 2 متر و4. جميل، عندي هنا باب عندي البلكونه دي، تعالى كده عندي باب البلكونه برضه صفى عندي الصف كده 2 متر و7 حضرتك. تمام، تعالى معايا كمان تاني كده، خلاص ان الفيديو بيجرب بينتهي، فبتمنى من حضراتكم ان انتم تدعمونا بكومنت جميل زي حضراتكم. عندي باب الحمام هنا حضرتك هيبقى معايا 2 متر و7، وكمان هيبقى معايا من 2 ل 3 سم هنزلهم عشان خاطر الشغل الميول ما يبقاش ميه الحمام عفوا اكرمكم الله تطلع لبره، فبيعمل المبلط بيعمل ميول على جوه، من اول باب الحمام بيعمل ميول على جوه عشان ما يطلعش ميه ميه الحمام تطلع لبره وتبهدل العفش والنكت. فانا عندي 2 متر و7، وكمان هينزل من 2 ل 3 سم هينزلهم بتاع السيراميك عشان الميول يبقى على جوه، يبقى هيضيف معايا تقريبا هيخش تقريبا 2 متر و10 باب الحمام. وادي كده نقطه الشرب حضراتكم اللي احنا اخذناها، دي النقطة بتاعة الشرب اللي احنا خدناها، جرب كده بالكاميرا، دي نقطة الشرب كده اللي احنا خدناها على اساس ان احنا نشتغل منها. عرفنا منها ان انا عندي كده المواسير، يعتبر ما عنديش ساقط هنا، انا كده المواسير هتمشي هنا، وعندي نسبة الميل ونفس ونسبة ايه البلط. فكده يا ريت اكون افدت حضراتكم، يا ريت ان شاء الله تبقوا الجميع يبقى كله ايجابي، تعملوا مشاركة للفيديو على اساس الكل يستفاد. الهدف من الفيديوهات حضراتكم ان احنا بننشر الوعي والمعلومة بحيث اللي ما عرفش يعرف، واللي عارف بنذكر بعض. يبقى حضرتك لو في الدنيا كلها دي اللي ربنا خلقها، لو في واحد ما يعرفش المعلومه وعرفها من خلال الفيديو اللي انت شاركته حضرتك ده، هيكون لك انت الاجر والثواب، وهكون انا فرحان ومبسوط جدا. ولكن الناس اللي عارفه المعلومه واساتذه في الموضوع ده، احنا ما بنقللش من شان حد، ولا بنقول احنا مثلا احسن من حد ولا مع حد ولا ضد حد، لا، احنا الهدف ان احنا نعرف. لغايه دلوقتي حضراتكم في التطور في كل شيء في حياتنا، ولكن لسه برضه في سلبيات موجوده، فاحنا بنحاول نحد من السلبيات على اساس ما حدش يوقع في الاخطاء. وفي الاخير اتمنى التفاعل مع حضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، انتظرونا مع الفيديوهات القادمه ان شاء الله مع هندسه ابو ضيف الهندسه الصحيه الحديثه. للمتابعه والاستفسار 010 6836953333، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.